أولا شكرا للحياة اليومية موقع الرباط، ومن هنا مدينة تطوان كنحيو الطاقم الساهر على الحياة اليومية بالرباط. كنبلغ لكم التحية وكل التقدير على العمل القيم والجيد اللي كتقوموا به. الموضوع للأسف ما كانش خصني نتطرق له، هو مرض كينخر سكان الشمال وقاع النسب، ربما يتأذوا به المغاربة كاملين، هو بروستاتا ومرض الثدي. للاسف حتى غادي نشوفوا الاقرباء ديالنا كيمشي واحد تلو الاخر وكنتفاجئوا، يقول لك فلان هاو تصاب بمرض بروستاتا. هذا المرض هذا كان كيصيب الناس على 70 سنه 75 80 سنه، المعدل ديالو هود من 55 سنه من 60 سنه من 50 سنه، ونفس الشيء من النساء. للاسف حنا هنا ماشي دخلنا في صراع، باش غادي نغوتوا مع الناس، مع اسبانيا او الدول اللي قامت بالعدوان الثلاثي، هي فرنسا والمانيا. وبزاف الناس ما كيعرفوش، كيعرفوا بان هذا العدوان الثلاثي تقام على اقليم الحسيمه، ولا يعلمون بان اقليم تطوان راه نضرب بغاز الخردل، ضربوا قبائل بني حسان الذي كانوا شارسين في القتال ضد الاحتلال الاسباني بالمغرب. الان هنا الى نجي نقول الجمعيات ولا هذه، اسمحوا لي، الجمعيات كيتجروا في المآسي الناس. انا الدوله هنا كتخسر الملايير، المواطنين كيخسروا الملايين. حنا هنا كنصوروا امام السفاره القنصليه الاسبانيه بتطوان، لما لا هاد القنصليات هادو في المغرب فرنسا واسبانيا والمانيا يوفروا الدواء لهاد الناس هادو ما هنا في المغرب، او يطلعوهم يعالجوهم عندهم. حنايا ماشي كنطلبوا ندخلوا مع هاد الناس هادو بشي صراعات، كيقولوا بان عندهم علاقه معاهم طيبه، والعلاقه الطيبه خصها تتمر بحال هيدا. راه المعاناه بزاف ديال ساكنه تطوان، البروستاتا هلك الناس، مرض الثدي. الله يا اخي في الحومه تجبر جوج ثلاثه اربعه الناس. انا حتى الناس اللي ماتوا من الحومه ملي كنقول لهم باش، كيقولوا لي بروستاتا، فهمتيني؟ الناس هادشي هذا بزاف. وكنتمنوا من الدوله، حنا عارفين الدوله كتقوم بمجهود، كتخسر المليارات والشعب كيخسر المليارات. كنعرفوا اسر كان عندهم اسر، كان عندهم بيوت، دار في المدينه ودار على البحر، يعني هذه اسره مكتمله، وسياره، باعوا دار اللي على البحر وباعوا السياره، ومن بعد تاخر لهم كيطلبوا المساعدات من الناس. هذا فيه العامل النفسي، كيحطم الانسان، كتحطم الاسره بكماله، ومن بعد كتسمع الشخص مات توفى رحمه الله. فكنطلبوا من المسؤولين ماشي دافنوا حنايا، ما حنا ما كنطلبوش الحرب مع الدول هذوما، اكثر ما كيقولوا عندهم معهم العلاقه طيبه، والعلاقه طيبه ارجوكم قولوا لهم اش اللي واقع لنا في الشعب ديالنا بديك الكارثه اللي ضربتوا بها اقليم الحسيمه واقليم تطوان بغاز الخردل، ديك العدوان الثلاثي اللي ضربت به فرنسا والمانيا واسبانيا. وشكرا خي نبيل بن عيسى، وشكرا للحياه اليوميه دائما اللي كتنزل الشارع. حنا والله ما كنبغيو نخوضوا في هذه المواضيع هذوما لان كيألموا، لا حول ولا قوه الا بالله. كما قلت في السابق، الوطن غالي، الوطن غالي، الوطن غالي.